أعزائي المشاهدين أعزائي طلاب الصف الثالث ثانوي نظام المقررات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الجزء الثالث والأخير من برنامج المراجعات لمادة الفيزياء للصف الثالث ثانوي 100 على 100، بإذن الله سنكمل معكم في هذا الجزء كامل المنهج. نذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاج البرنامج 100 على 100، فاصل قصير وسنبدا باذن الله تعالى معكم مراجعتنا لهذا الجزء اعزائي <متصفيق> 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 الطلاب اهلا بكم من جديد اذكركم باننا نراجع واياكم ماده الفيزياء للصف الثالث الثانوي وسنركز الآن على وحدة الكهرباء التيارية. علما بأننا سنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم في نهاية هذا الدرس بإذن الله تعالى. والآن نبتدي بالسؤال الأول. اتجاه التيار الاصطلاحي والحقيقي. اتجاه التيار الحقيقي والاصطلاحي. في كانت طبيعة الضوء عفوا طبيعة الذرة لم تكن معروفة آنذاك والكهرباء بدت فاصطلح مجموعة من العلماء أن اتجاه التيار يبتدي من الجزء الموجب كما هو ملاحظ من هنا من اللوح الموجب إلى اللوح السالب ولكن التيار الكهربائي هو في الأساس عبارة عن إلكترونات تنتقل هذه الإلكترونات خلال وحدة الزمن يعني اتجاه التيار الحقيقي أو الفعلي من اتجاه التيار من اتجاه اللوح السالب الى اللوح الموجب فلذلك جرى عليها التنويه فاتجاه التيار الاصطلاحي للتيار من اللوح الموجب الى اللوح السالب اما اتجاه التيار الحقيقي من اللوح السالب الى اللوح الموجب لان التيار عباره عن الكترونات التيار عباره عن سيل من الالكترونات خلال وحده الزمن اكتب مبدا حفظ الشحنه وهو مشابه لمبدا حفظ الطاقه ان الشحنه لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها يمكن فصلها وتنتقل كذلك من من جسم الى جسم اخر. ما وظيفه المقاوم الكهربائيه وبماذا تقاس المقاومه هي عباره عن ممانعه لمرور التيار الكهربائي ممانعه لمرور التيار الكهربائي ووظيفتها التحكم في مقدار هذا التيار الكهربائي وإذا كان استخدمنا مقاومة كبيرة فالتيار يكون صغير والعكس صحيح وتقاس بوحدة تسمى أوم وهذا لها الرمز هذا رمزها أوم أو أوميجا أو هذا الرمز اللي تشاهدونه على الشاشة هذا هو وظيفة المقاومة طيب <applause> هل إذا زاد فرق الجهد تزداد المقاومة فسر ذلك نرجع إلى قانون يسمى بقانون اوم، قانون اوم عند تبدل الحرارة فإن فرق الجهد يتناسب تناسبا طرديا مع التيار. هذا قانون اوم ار يساوي في على اي، هي عبارة عن نسبة ثابتة، فلو أخذنا على سبيل المثال مقاومة لها مقدار واحد وهذه البطارية مقدارها فرضا 9 فولت وهناك تيار يمر به واخذنا بطاريه اخرى مقدار 20 فولت. هنا المقاومه اللي نثبتها على 2 اوم وهنا 2 اوم. فالتيار في هذه اللحظه وفي هذه الحاله نحسب التيار في الحالتين. المقاومة لن تزيد والتيار لو حسبناه من R يساوي اثنين تكون بصفر بالآلة الحاسبة R عندنا عشرين R يساوي في على I ال R اثنين والفي عشرين والآي مجهولة تقليلة تكون عشرين تقسيم اثنين تكون عشره مقدار التيار هنا بعشره بينما هنا مقدار التيار يكون بكم تسعه تقسيم اثنين التيار هنا بقيمه اربعه ونصف انبياء في هاتين الحالتين زاد فرق الجهد ولا تزداد المقاومه لماذا لان اي زياده اي زيادة في ماذا؟ اي زيادة في فرق الجهد سوف تلاحظها سوف تاتي بها زيادة في ماذا؟ في قيمة التيار، اي زيادة في فرق الجهد نلاحظ فيها زيادة في قيمة التيار، وبالتالي تبقى المقاومة ثابتة لأنها عبارة عن نسبة بين فرق الجهد وبين المقاومة، لا لأن أي زيادة في فرق الجهد يزداد قيمة التيار وتبقى المقاومة ثابتة. علل ننتقل أعزائي الطلاب للسؤال الآخر علل يسخن المقاوم عند مرور التيار الكهربائي فيه. لنفرض أن لدينا لدينا عبارة عن سلك وأي سلك يوجد فيه ماذا؟ أي مادة مكونة من ذرات أو جزيئات، هذه الذرات، هذه ذرات، هذه الذرات مليانة بها الذرات يعني هذا السلك ومر فيه تيار والتيار زي ما ذكرنا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إلكترونات. فسوف تصطدم هذه الالكترونات بالذرات وتزداد الطاقه الحركيه لهذه الذرات مما تؤدي الى ارتفاع الطاقه الحركيه وبالتالي تزيد من الطاقة تزيد من وترتفع درجه حرارتها، وكثير منا نرى الاسلاك عندما في التلفاز او العاب البلايستيشن نرى نجد ان السلك ترتفع درجه حرارته وهذا هو سبب ارتفاع درجه الحراره اللي هي اصطدام الكترونات بالذرات. لأن الالكترونات تتصادم مع من؟ مع ذرات المقاوم، وتزداد طاقة الحركة للذرات وترتفع درجة حرارتها. ما هي الموصلات فائقة التوصيل؟ وفيما تستخدم؟ ذكرنا سابقا ان ان المقاومة ماذا تفعل بالتيار؟ تخفض من قيمة التيار وتتحكم فيه. فلو كان عندنا زي ما ذكرنا قبل قليل عندنا ذرات وعندنا هذه التيار يبدا فيها الكترونات تتصادم، فلو كانت هذه المقاومه كم تساوي صفر. هل هناك او هذا التيار سوف يعاني تصادما او سوف يعاني قله او تحكما او انخفاضا عند مروره بالمقاومه؟ هنا في هذه الحاله تكونت ما لدينا موصلات فائقه التوصيل وجدت في المعمل مع كامرلين عندما خفض درجه حراره الزئبق الى درجه حراره منخفضة جدا ومصادفة فقد الزيبق مقاومته عند درجة حرارة 4.2 كلفن يعني ما يقارب 268 درجة فاصلة ثمانية مئوية درجة منخفضة جدا وطبقها مع مواد كثيرة فوجد هذه المواد استخدم مواد غير الزيبق وجد أنها تنخفض عند درجة تنخفض المقاومة أو المقاومة تساوي صفر عند درجة حرارة مختلفة وهكذا وهكذا، فالموصلات فائقة التوصيل هي عبارة عن مواد تفقد مقاومتها اي ار يساوي كم؟ صفر عند ماذا؟ عند تبريدها الى درجات حرارة منخفضة جدا، منخفضة جدا تسمى بدرجات الحرارة الحرجة. طيب ماذا تستخدم في الموصلات؟ تستخدم في حالتين عندما نذهب الى تصوير بالرنين المغناطيسي او لا سمح الله منكم ذهب نسمع اصوات في التصوير وهذه عبارة عن معالجات أو مغانط صناعة مغانط تستخدم في التصوير بالرنين المغناطيسي أيضا في مسرعات المفاعلات النووية لأنها تحتاج إلى تيارات ضخمة نعيد المواصلات فقط توصل كم مقاومتها آريس صفر مقاومة معدومة عند تبريد إلى درجات حرارة منخفضة جدا تسمى درجات حرارة حرجة تستخدم في صناعة المغانط والتصوير وكذلك في أه ولو سالنا احدكم سؤال عن ما هل هذه هل هذه هل هذه الموصلات هل هذه الدرجات ثابته؟ لا تختلف من ماده الى ماده اخرى. طيب من خلال الدائره الكهربائيه سوف نرسمها الان اوجد كل من اتجاه التيار الصراحي قراءه الاميتر قراءه الفولتميتر. نرسم رسمه توضح بهذا الشكل هذه مقاومه عباره عن مقاومه هذا عباره هذا عباره عن مقاومه وهنا آه الامبير طبعا في البدايه طلب لي طلب طبعا رسمه مبهمه طلب طلب وقال اوجد اتجاه التيار الاصطلاحي نحن نعرف الان اتجاه التيار الاصطلاحي من اي نوع من اي لوح من اللوح الماذا من اللوح الموجب الى اللوح السالب احسنتم من اللوح الموجب الى اللوح السالب هذا هو اتجاه التيار الاصطلاحي هذا الجهاز او هذا حرف الاي هذا هذا يسمى ماذا يسمى الاميتر وهذا يسمى الفولتوميتر الفولتوميتر هو جهاز يقيس فرق الجهد يقيس ماذا فرق الجهد والاي الاي آه 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 هذا عباره عن الاميتر وهو جهاز يقيس شده التيار آه المطلوب الاول في هذا السؤال آه اتجاه التيار الصلاحي وحددنا آه معكم الثانية قراءة الاميتر نبغى قراءة هذا الاميتر طبعا البطارية قبل لا ننسى آه تكون بما يقارب من آه ثلاثة فولت هذه البطارية ثلاثة فولت ناتي الى في يساوي فرق الجهد ثلاثة آه فولت والمقاومة هذه 12 اوم وطلب لنا الطلب الاول ايش الطلب الاول قراءة ماذا قراءة اي قراءة ايه ماذا تعني قراءة الاي تعني التيار يعني قياس التيار كم طبعا من قانون من قانون او ار يساوي في على اي الار 12 والفي 3 والاي مجهول فنضرب الوسطين في الطرفين نحصل على نقسم على 12 للطرفين نحصل على ماذا اي يساوي استخدم الاله ثلاثة ثلاثة تقسيم اثنى عشر ثلاثة تقسيم اثنى عشر كم يساوي ربع صفر فاصلة خمسة وعشرين وش الوحدة؟ ها التيار امبير احسنتم وهذه قراءة ماذا؟ قراءة الاميتر قراءة الاميتر هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب نعم رقم واحد، المطلوب الاخر قراءة الفولتميتر، قراءة الفولتميتر اللي هو هذا الجهاز، طبعا قراءة الفولتميتر هي نفسها قراءة الاميتر هي نفسها ماذا؟ هي نفسها البطارية هي نفسها الجهد هي نفسها فرق الجهد كم تساوي؟ تساوي ثلاثة فولت هي نفسها قراءة رقم البطارية أو فرق الجهد اللي هي الفولتميتر لأنه هو في الأساس جهاز لقياس فرق ماذا فرق الجهد ننتقل مرة أخرى عزيزي الطالب إلى هذا المثال مثال مقاومة ساعة رقمية ساعة رقمية تشتغل على تشتغل بالكهرباء قيمة هذه المقاومة هذه المقاومة وش رمزها المقاومة قلنا إيش R وهي موصلة بمصدر جهد ايش مصدر الجهد قلنا عليه فولت اول طلب طلبنا وهو مقدار ماذا مقدار التيار مقدار التيار نأتي به من قانون من قانون اوم من قانون اوم R يساوي في على I الار 12000 و الجهد الجهد 115 115 فولت والتيار مجهول نضرب الوسطين بالطرفين فنحصل على 115 تقسيم 12 كم 12 ايش 1000 115 تقسيم 12000 تساوي 9.5 9.58 ضرب 10 اس اس 3 ضرب 10 اس سالب 3 وش الوحده يا شباب وحده قياس التيار اللي هي امبير 9.58 ضرب 10 اس سالب سالب 3 طيب هذا المطلوب الأول المطلوب الآخر مقدار القدرة الكهربائية التي تستهلكها هذه الساعة القدرة الكهربائية بي يساوي آي ضرب في آي ضرب إيش ضرب في B اللي هي القدرة القدرة الكهربائية الآي كم تسعة فاصلة خمسة ثمانية ضرب عشرة والسالب ثلاثة ضرب الجهد اللي هو كم؟ 115 العدد اللي ظهرنا قبل شوي ضرب كم؟ 115 كم يساوي؟ يساوي لدينا واحد فاصلة مية وعشرين القدرة الكهربائية وحدة قياسها هي الواط W نعم ننتقل إلى السؤال الأخير تكاليف تشغيل الساعة الرقمية لمدة ثلاثين يوم إذا كان ثمن الكيلو وات ساعة نص ريال قبل التكاليف تكاليف الاستخدام قانون الطاقة ضرب ماذا؟ ضرب الثمن الثمن أعطاني إياه بكم؟ بنص نص ريال وتكاليف تشغيل الساعة الرقمية كم لمدة لمدة ثلاثين يوم واحنا نبغى كيلو واط ساعة هنا صار الدعوة ايش لازم فيها تحويل فتكاليف نجي بالطاقة اولا اي يساوي ب ضرب تي البي هي ما هي هي القدره قدرة موجوده عندنا بس لازم نجيبها بالكيلو كيلو ايش؟ كيلو وات فنقسم على كم؟ على 1000 واحد فاصلة مية وعشرين تقسيم الالف عشان نحولها للكيلو وات ساعة ضرب ضرب ماذا ضرب الزمن الزمن كم عندي هنا قال ثلاثين يوم ثلاثين يوم ما ما ينفع لازم ايش لازم تكون كيلو وات كيلو وات هذه عرفناها اللي هي القدرة باقي ايش باقي الساعة فثلاثين يوم نضربها في كم؟ في أربعة وعشرين أربعة وعشرين ماذا؟ أربعة وعشرين ساعة أولاً نستخدم الحاسبة عشان نحلل السؤال واحد فاصله مئة وعشرين تقسيم تقسيم ألف ضرب ثلاثين ضرب أربعة وعشرين نتحصل على صفر فاصلة ثمانية صفر فاصلة ثمانية صفر ستة أربعة طبعا وحدة الجول طيب هل حلينا السؤال؟ لا باقي وش نسوي الآن؟ ماذا نعمل؟ نجيب ايش؟ تكاليف التكاليف تكاليف تكاليف انت جبتها بكم؟ جبت الطاقة ضرب ماذا؟ ضرب الثمن الطاقة بصفر فاصلة ثمانية صفر ستة كم أربعة ضرب الثمن الثمن كم كان نص ريال على تكلفة الكهرباء نص نصف ريال يظهر لدينا كم صفر فاصلة صفر فاصلة أربعة آلاف ثلاثة اثنين طبعا الوحدة ريال الوحدة ريال أعزائي الطلاب إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الجزء نلتقيكم بإذن الله بعد الفاصل لا تذهبوا بعيد طرق الاستذكار الفعالة. معظم المشكلات التي يعاني منها الطلاب في التعليم ترجع إلى جهلهم بطرق الاستذكار الجيد واستخدام عادات استذكار سيئة. وإليكم بعض القواعد العامة للاستذكار الفعال. قم بتنظيم أوقات الاستذكار واختر المناسب منها لكل مادة. اختر الاماكن الهادئه والمعده للاستذكار عند المذاكره اقرا الموضوع قراءه عامه وضع خطا تحت الفقرات المهمه اختبر نفسك في الموضوع الذي قرات فيه لتتاكد من مدى فهمك المواد التي تحتاج الى حفظ اختر لها الاوقات المناسبه اعط وقتا اكثر للدروس التي ترى انها صعبه بالنسبه لك إذا شعرت بالنوم أو الملل، فلا تقاوم بل الجأ إلى الراحة. لا تذاكر المواد المتشابهة مع بعضها، بل ضع فاصلا بينها ولتكن مادة أخرى. تذكر أن السهر الكثير متعب لك ولصحتك ويؤثر على الفهم والاستيعاب. مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق. أعزائي الطلاب أهلا بكم من جديد نذكركم بأننا نراجع وإياكم مادة الفيزياء للصف الثالث ثانوي وسنركز الآن على وحدة دائرة التوالي والتوازي علما بأننا سنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم في نهايه هذا الدرس باذن الله تعالى وناتي الان الى الشريحه الاولى او السؤال الاول ما الفرق بين التوصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي هناك اشكال تاتي الينا ولا نعرف كيف هل هي موصله على التوالي او على التوازي كالشكل الموجود امامنا وكذلك هذا الشكل الاخر شكلين مختلفين لا ندري هل هم على التوالي او على التوازي ولكن بسهوله ندخل بها تيار ونبدا نتابع هذا التيار فاذا هذا التيار يسلك منذ بدايته الى نهايته حتى يصل الى فهذه نسميها دائره التوالي لان التيار يعبرها جميعا لكن في هذه الحاله ناتي الى هذا الجزئيه برضو ندخل جهاز سهم واللي هو التيار وناتي الى هذه النقطه الى هذه النقطه نجد ان التيار ماذا يصل الى شيء ما يسمى بالتفرع بالتفرع بحيث انه يتفرع هذا التيار الى قسمين وينقسم الى قسمين في هذه الحاله نسمي هذه الدائرة بدائرة ماذا؟ بدائرة التوازي، أولاً دائرة التوالي التيار لا يتجزأ ويمر في جميع المقاومات بينما دائرة التوازي التيار يتفرع ولا يمر في ويصلح له ما يثبت له ما يسمى بالتجزؤ بالتيار التجزأ، هنا الفرق فيما بينهم التيار الموصل على التوالي زي ما ذكرنا سابقاً التيار نفسه يمر في جميع المقاومات بينما التيار في على التوازي يتجزأ على حسب المقاومات زي ما ذكرنا كانت مقاومة الاعلى في الاسفل كانت تتجزأ اثنتين اذا انقطع التيار عن المقاوم عن المقاومه الواحده ينقطع عن المقاومات جميعا وينقطع عن بقيه المقاومات فمثلا لو لدينا مصباح او عفوا مصباحين موصلين على التوالي على التوالي فإذا قطعنا التيار عن لأن التيار يعبر يعبر إلى الدائرة كاملة، فإذا قطعنا التيار عن هذا المصباح فسوف ينقطع ضمنياً عن المصباح الآخر، لكن لو كانت موصلة على التوالي على على التوالي عفوا على التوازي بهذا الشكل لدينا مصباحين قطعنا التيار عن هذا فهذا يكون كما هو في وضع التشغيل دون انطفاء فهذه ميزة بين التيار المقاومة على التوالي ومقاومة موصلة على التوازي للحصول على مقاومة مكافئة كبيرة نستخدم توصيل على التوالي أو توصيل على التوازي وهذا السؤال عزيز الطالب يتكرر كثيرا أيهما أكبر المقاومة على التوالي أم المقاومة على التوالي أو التوازي يوضح ذلك لنختار آه نحن وإياكم مقاومتين بسيطتين ولتكن 2 آه أوم و 3 أوم ونوصلها تارة بالتوالي وتارة على التوازن فمرة نوصلها بهذا الشكل 3 أوم و 2 أوم, وثلاثة أوم هذه ثلاثة أوم وهذه اثنين أوم فعندما نأتي بالتيار بالمقاومة الكلية بالمقاومة الكلية نحسب R واحد اللي هي R total R اثنين ثلاثة أوم زائد اثنين أوم كم تساوي خمسة أوم وعندما نلاحظ في هذه R واحد على R عفوا واحد على R واحد على ار واحد زائدا واحد على ار اثنين، ولديها قانون اخر مره بالضرب ومره بالجمع، ار واحد على ار اثنين، وار واحد زائدا ار اثنين، نقدر نحلها بالثنتين فنحلها بالاولى، ار واحد ثلاثة ضرب اثنين، وثلاثة زائدا اثنين، تصير ستة على خمسة. ستة تقسيم خمسة بواحد فاصلة اثنين أوم ولك يا عزيزي الطالب أن تنظر إلى المقاومة الموصلة على التوالي والمقاومة الموصلة على التوازي الكلية طبعا المقاومة الموصلة على التوالي كانت كم؟ خمسة أوم بينما على التوازي كانت كانت واحد اثنين فمن أكبر المقاومة الكلية على التوالي يعني نعيد السؤال الحصول على المقاومة الكلية مكافأة كبيرة نستخدم توصيل على التوصيل على التوالي ووضحنا بمثال واضح أمامك ننتقل إلى السؤال الآخر آه وصلت ثلاث مقاومات على توالي 10 أوم 12 أوم 18 أوم مع بطارية فرق جهدها 3 فول تحسب المقاومة الكلية المكافئة والتيار المار في الدائرة. لنرسم هذه الدائرة لدينا ثلاث مقاومات. طبعا هنا الطرف الموجب هنا الطرف السالب باتجاه التيار الاصطلاحي من هذا الجزء من هذه الجهة. نرجع إلى السؤال. طبعا البطارية ثلاثة فولت وثلاث مقاومات 11 12 18 10 أوم 12 اوم 18 اوم اولا طلب لنا طلب اللي هو المقاومه المكافئه المقاومه المكافئه ار تي يساوي ار 1 زائدا ار 2 زائدا ار 3 10 زائدا 12 زائدا 18 10 زائد 12 زائد 18 وتساوي 40 40 ماذا؟ 40 أوم 40 أوم طبعا لا التوالي نجمع جمع كما ذكرنا في السؤال السابق طبعا هذه الأمة التيار المار في الدائرة التيار المار في الدائرة هذا التيار زي ما ذكرنا في السابق أن التيار المار في مقاومة على التوالي يمر في جميع ماذا؟ في جميع في جميع المقاومة فنحسب ار طبعا من قانون اوم ار تي يساوي في على في ما في على اي الار تي حسبناها مسبقا بكم؟ 40 يعني التيار يمر فيها كلها الفي عندنا فرق الجهد كان بثلاثة والمقاومة التيار بهذا الشكل نضرب الوسطية في الطرفين فنحصل على سؤال نحصل على آه ثلاثة تقسيم أربعين ثلاثة تقسيم أربعين وتساوي آه صفر فاصلة صفر سبعة خمسة والوحدة في قياس التيار هي أمبير أحسنتم نأتي الآن إلى سؤال آخر. عزيزي الطالب طبعا اخذنا سؤال على التوالي لازم ناخذ سؤال على التوازي لكي تتضح الصوره اكثر. عندنا ثلاث مقاومات على التوازي ستة و واربعة مع بطاريه فرق الجهد فيها 12 فولت. احسب المقاومه الكليه المكافئه والتيار والتيار في كل مقاومه. ذكرنا في السابق ان التيار في دائره التوازي دائره التوازي ماذا يحصل به؟ يحصل فيه انه يتفرع. أنه ماذا يتفر المقاومة الأولى كانت عندنا آه ستة وثمانية وأربعة ممكن ترتبها بأي شكل ستة وثمانية وأربعة طبعا التيار يعبر بهذا الجزء في هذه اللحظة عندما يأتي إلى هنا التيار يحصل به ما يسمى بالتفرع فيتفرع هنا إلى آي واحد وهنا إلى I2 وهنا إلى I3 الى 2 i 1 3 طيب اول طلب طلبنا السؤال بالمقاومه الكليه المقاومه الكليه الكلية واحد على ار تي يساوي واحد على اربعه زائدا واحد على سته زائدا واحد على ثمانيه اسباب الاله واحد على اربعه زائد واحد على آه ستة زائد واحد على ثمانية، ويساوي ثلاثة عشر على أربعة عشر، ثلاثة عشر على ثلاثه علي وعشرين، واحد على آر تي، إحنا نبغى نجيب آر تي، ناخذ المقلوب. نقسم أربعة تقسيم ثلاثة عشر ونحصل على واحد فاصل صفر ثمانية أربعة طبعا المقاومة على التوازي تحصل نحصل على مقاومة كلية أصغر من المقاومات الأساسية هذه المقاومة الكلية نأتي إلى التيار العام في الدائرة هذا هو التيار تأكد هذا التيار مر في الدائرة RT يساوي في على I الـ RT كانت ب 1.084 اللي هي المقاومة الكلية والجهد آه كان ب 12 فولت، 12 فولت 12 والـ I هي مجهولة فنحصل على الـ I يساوي 12 تقسيم 1.084 4. 12 تقسيم الناتج الاول فوصل لدينا ب 6.5 ونص امبير، ستة ونص ايش؟ امبير. هذا التيار الكلي، تيار آه التيار المار في ايش؟ في الدائرة. طيب، عزيزي الطالب الآن يريد التيار المار في كل مقاومة. التيار اي1 اي2 اي3 كامله فاي واحد طبعا بنفس قانون اوم بنفس قانون اوم 12 على 8 يساوي طبعا في على اي 12 تقسيم 8 في المقاومه ماذا في المقاومه عفوا اي1 يساوي في ار1 اللي هي 8 انه يمر بها 12 تقسيم 8 تساوي واحد ونص امبير ناتي الى التيار الثاني اي 2 طبعا في على ار 2 اللي يتمثل ب اي 2 12 تقسيم 4 12 تقسيم وتساوي كم؟ 3 امبير. ناتي الى اي 3 الاخير هذا اي 3 يساوي 12 طبعا الفي على ار 3 12 على 6 وتمثل بكم؟ 2 2 امبير. نلاحظ اننا جبنا او اتينا باي واحد. اي واحد واي تو اي ثري لو جمعنا اي واحد طبعا هنا خلاص خلصنا المساله تيار مار في كل مقاومة لكن لو جمعنا اي واحد واي تو واي ثري نحصل على ماذا؟ نحصل واحد ونص ثلاثه زائد اثنين خمسه واحد وواحد سته ستة ونص وهي تمثل بماذا؟ بالتيار الكلي المار في المقاومه هذا التيار قيمته كم؟ سته ونص امبير آي واحد طلع لنا بكم بواحد ونص أمبير وطلع عندنا هنا بثلاثة أمبير وهنا باثنين أمبير فحين نجد أن التيار إذا كان يقل التيار إذا زادت المقاومة عندما كانت المقاومة ثمانية كانت التيار واحد ونص أربعة صار ثلاثة عندما كانت المقاومة ستة أصبح اثنين نعرف مجزء الجهد مجزئ الجهد هو عبارة عن دائرة توال تستخدم لإنتاج مصدر جهد بالقيمة المطلوبة من بطاريات ذات جهد كبير نستخدمها كمحسسات أو مجسات ضوئية كذلك في التصوير الضوئي في التصوير في التصوير الفوتوغرافي هذه مجزئات الجهد ايضا دائرة القصر دائرة القصر هو عبارة عن مقاومة مقاومة آه مقاومه صغيره ويجري فيها التيار بشكل كبير يعني نفس الكلام اللي ذكرناه سابقا مقاومه صغيره اذا التيار يكون كبير وهذه الدائره لو كان هناك جاء الينا تيار اكبر لحدث هناك ما يسمى بتذويب آه الماده البلاستيكيه العازله للاسلاك ومن ثم حدوث تلامس وشراره وفي امور لا يحمد عقبها فهي دائرة مقاومتها صغيرة جدا يجعل التيار فيها كبير وعند وجود التيار الإضافي ينتج طاقة حرارية تصهر المادة العازلة اللي على الأسلاك وتسبب تلامس ومن ثم حرارة ما العمل في هذه الحالة؟ لا بد أن نستخدم أدوات للسلامة أدوات للسلامة مثل المنصهرات وهذه المنصهرات موجودة بهذا الشكل عبارة عن سلك هذا السلك موصل يعتبر فيه مادة موص... عبارة عن قطعة صغيرة فلزية تنصهر عند مرور تيار كبير جدا مما يؤدي إلى قطع التيار يعني لو كان هناك تيار كبير تنقطع هذه الجزية طبعا سمكها يختلف على حسب المادة الموجودة فيه فقد تكون إذا كان سمكها كبير يعني تتحمل تيارات عالية أما إذا كان سمكها صغير فأي تيار إضافي آخر سوف تنقطع ويعمل عملية قطع التيار عن الدائرة كاملة وهذا يسبب من بعد الله للسلامة يخفي بعد الله سبحانه وتعالى من السلامة ومن احتراق دائرة القصر. قاطع الدائرة الكهربائية وهي مفتاح كهربائي آمل كهربائي آلي يعمل على قطع التيار اما تتجاوز مقدار التيار المسموح به. عندنا عندما ننظر خصوصا في الأيام هذه عن السخان الكهربائي نلاحظ نقطة تشتغل عندما تقل المويه الحاره ثم تعاود ثم تطفى عندما تمتلي. هذه عباره عن قطعتين من ازدواج عباره عن نحاس وحديد. عند مرور تيار وعند اكتفائها يتمدد النحاس اكثر من الحديد فيضغط على هذا الزر اللي هو زر قطع التيار فتتوقف اللمبه عن, الاشتغ... عن الظهور. فاذا حدث ان تبغى تعاود تشغيلها مره اخرى تعود مره اخرى هذا النحاس وهذه هي اسمها قاطع الدائره الكهربائيه تحتوي على مادتين احد فلزيتين احدهما معامل تمدد وسريع مثل هذا الشكل اللي ذكرناه لكم قاطع التفريق الارضي الخاطئ وهذا قاطع التفريق الارضي الخاطئ هو عباره عن جهاز استشعار يستشعر اي تيارات كبيره توجد في فروع توجد اكرمكم الله في دورات المياه وكذلك في المطابخ لمنع الصواعق الكهربائيه. عندنا هنا سؤال عزيزي الطالب نرجو انتباه في هذه الجزئيه لاننا المقاومات ذكرنا هناك توصيلين عفوا توصيلتين على التوالي وتوصيل عفوا على التوازي. ولكن عندما يتعلق هذا الكلام بكم؟ بالمقاومات. لكن لو تعلق بشيء اخر مثل القدره مثلا السؤال هنا تحوي دائرة كهربائية على ثلاث مقاومات لم يذكر نوع التوصيل لم يذكر هنا في السؤال هذا لم يذكر نوع التوصيل طيب يستنفذ الأول قد قد مصباح الأول أو هذا المقاومة الأولى قدرة قيمتها 2 وات والثاني قدرة قيمتها ثلاثة وات والثالث واحد ونص وات هذا بي1 وهذا بي2 وهذا بي3 ما مقدار التيار الذي تسحبه من البطارية جهدها اثنين فولت طبعا احنا نحسب لو كانت هناك مصابيح ايا كانت هذه المصابيح على التوالي على التوازي ما ما ذكر السؤال ابدا نهائيا احنا نوصلها بطريقتنا الخاصة بأي طريقة لو كانت بهذا الشكل قدرة هذه اثنين وثلاثة واحد ونص اثنين وات ثلاثة وات واحد ونص وات كذلك هذه اثنين وات واحد ونص وات ثلاثة وات طيب البطارية كم كانت؟ 12 فولت 12 طبعا هنا لا نتكلم عن المقاومات، لا نتكلم عن المقاومة بل نتكلم عن ماذا؟ عن القدرة، أكرر نتكلم عن ماذا؟ عن القدرة. القدرة سواء كانت بهذا الشكل أو بهذا الشكل، نقول بي واحد زائد بي2 زائد بي3. التوصيل خاص بالمقاومات بينما القدرة ليس لها دخل اثنين زائد ثلاثة زائد واحد ونص طبعا ثلاثة زائد اثنين خمسة واحد يساوي ستة ونص وات طيب ما مقدار التيار ما مقدار التيار قانون بي يساوي اي ضرب ايش في البي ستة ونص الاي مجهول الفي ب12 اقسم على 12 6.5 تقسيم 12 يعطينا التيار بمقدار 0.54 امبير في جميع الحالات القدرة سواء كانت موصلة بهذا الشكل أو موصلة قدرة لا تخضع للتوصيل المقاومات فهنا سوينا عملية عملية جمع فقط ليس إلا جمعناها ومن ثم جبنا أو أتينا بالتيار من القانون بي آي في في. وحدة قياس طبعا هنا وحدات قياس وضعنا وضعتها لأمامكم لبعض الكميات للمنهج كامل تدفق الضوء يقاس بلومن تسمى لومن العم المجال الكهربائي نيوتن على كولوم الاستضاءة لوكس طبعا هي تساوي زي ما ذكرنا لكم في القانون في بدايتنا لهذا الدرس تساوي بي على 4 باي ار تربيع الجهد الكهربائي بالفولت سعة المكثف تقاس بفاراد وهي عبارة عن وش معنى فاراد؟ عباره عن كولوم على فولت المقاومه الكهربائيه تقاس بوحده تسمى اوم وهي عباره عن فولت على امبير كما ان الجهد الكهربائي عباره عن جول على كولوم القدره الكهربائيه هي عباره عن واط وهي الشغل المبذول خلال الوحده الثانيه هذا واط او وات يعني التيار الكهربائي هذا عباره عن امبير وهو كولوم على ثانيه المجال الكهربائي نيوتن على كولوم الفول زي ما ذكرنا جول على جول على كولوم الرموز المستخدمة في بعض الدوائر الكهربائية هنا إذا كان إذا كان الرمز هذا خط معناه موصل إذا كانت هناك نقطة توصيل معناها يوجد توصيل كهربائي بهذا الشكل في المنتصف دائرة كبيرة إذا لم تكن دائرة في المنتصف فلا يوجد توصيل هذه رمز المقاومة الثابتة وكذلك المقاومة المتغيرة لها رمز آخر بهذا الشكل المكثف الملف البطارية يمكن نختصرها باختصار بهذا الشكل يا إما هذا أو هذا ما هي مشكلة أي أي رمزين هذا رمز المنصهر الكهربائي اللي ذكرناه في عملية أدوات السلامة الذي ينصهر وإذا زاد التيار كهربائي عليه ينصهر وينقطع التيار هذا رمز للتعريض اللي هو جهد الارض ان جهد الارض تساوي مخزن كبير للشحنات نلاقيها دائما في الافياش الفي... عندنا خاصة الفيش الثلاثي مرسوم عليه هذه الرسمه تعريض هذا مفتاح كهربائي في وضع الاون في وضع طبعا الاوف هو الان مقفل ويمكن اذا قطعناه بهذا الشكل يكون في وضع الاون هذا فولتميتر رمز الفولتميتر في الدائره كما ذكرنا هو الاميتر رسمناها في مساله لل مسألة وحسبنا منها قراءة الفولتميتر وقراءة الأميتر هذا رمز المصباح الكهربائي وهذا مولد التيار آه وهذا يعتبر المصباح الكهربائي رمز أيضا التيار المترد. هذا عبارة عن تيار آه متردد تيار متردد وهذه الرموز المستخدمة في الدوائر طبعا هناك رموز لكن هنا المنهج آه وجد بعض هذه الرموز فقط هذه رموز للدوائر الكهربائية الموجودة عندنا في منهج فيزياء ثلاثة أعزائي الطلاب إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الجزء نلتقيكم بإذن الله بعد الفاصل لا تذهبوا بعيد مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات مرة أخرى في الجزء الأخير من هذه الحلقة والتي راجعنا فيها سوياً مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي ضمن برنامج مئة على مئة نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عليها في هذا الجزء من هذه الحلقة عن طريق هاشتاغ مئة على مئة نبدأ بأول سؤال لدينا السؤال يحتوي على مقاومات هذه المقاومات مختلطة تحتوي على التوالي والتوازي مع بعضهم البعض، في هذه الحالة بد لنا أن نستفسر عن التيار، عن اتجاه هذا التيار، وهل هذا التيار يتجزأ أم لا؟ في هذه الحالة وجدنا أن هذا التيار يتجزأ، إذاً هذه الجزئية تتكون عن توازي. بينما التيار أي واحد إذا عبر هذه المقاومتين لاحظ انه لا يتجزا فلذلك المقاومه او التيار الآن خمسة أوم زائد خمسة أوم نجمعها لأنها عبارة عن دائرة دائرة ماذا؟ دائرة توالي ثم نحصل على مقاومة كاملة خمسة وعشرين ومع التجزء اللي هي أربعة أوم ثم نحسب دائرة ماذا؟ دائرة التوازي بين الأربعة وبين خمسة وعشرين فخمسة وعشرين أربعة تمثل بتسعة وعشرين آه عفواً آه مئة على تسعة عندما نقسمها نحصل على ثلاثة فاصلة أربعة أوم وهي المقاومة المكافئة الكاملة من دائرة التوالي ودائرة ماذا التوازي آه نذهب الآن إلى السؤال الآخر سؤال يتكلم عن أوجد دائرة بسيطة آه تسأل بسؤال أوجد قراءة الأميتر واتجاه التيار الصراحة الأميتر هو جهاز لقياس شدة التيار الكهربائي I. فإذا عرفنا هذا هو الجهاز الت... يقيس ماذا؟ يقيس شدة التيار. فلذلك هذا هو التيار ونرى عبور التيار آه المقا... أو المقاومة أو البطارية V يساوي 2 فولت والمقاومة بمقدار 10 أوم. آه. نبتدي آه نوجد ماذا؟ نوجد I الذي هو قراءة ماذا؟ الأميتر عند عبور التيار به الار يساوي في على اي الار ب 10 اوم يساوي الفي بكم باثنين 2 نقسمها على ضرب وسطي الطرفين نحصل على اي 0.2 امبير وهي القراءة الاميتر لهذا الجهاز صفر فاصل اثنين تبقى لدينا اتجاه التيار الاصطلاحي ذكرنا لكم ان اتجاه التيار الاصطلاحي يبدا من اللوح الماذا؟ من اللوح الموجب الى اللوح السالب وبهذا آه يعني اتجاه التيار الاصلاحي يجب ان يكون بهذا الاتجاه من الاتجاه الموجب الى الاتجاه السالب وقراءه الاميتر هي قراءه ماذا؟ قراءه التيار. الى هنا اعزائي المشاهدين أبناء الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا الى نهايه المراجعه ونعتذر لمن لم يسعفنا الوقت للاجابه عن سؤاله ونتمنى ان نكون قد وفقنا في الطرح نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.